السلام عليكم. اللي مع وصفه ميد ان شاء الله راح ندير واحد الوصفه اقتصاديه سهله بسيطه بالشوفلور، كرات شوفلور بصوص بيضه بدون لحوم بدون دجاج، يعني ماشي شرط يكون عندك لحم ولا دجاج باش طيبي حاجه تكون بنينه. نبداو بلاصوص. هي الاولى راح نحتاج فيها الزبده مع الزيت. دائما كي ما نديرش اللحم ولا دجاج نحب ندير شويه تاع الزبده. عندي هنا بصله مسكرفجه، شويه تاع الثوم مسكرفج، حميصه طايبه، كمية تاع المعدنوس. بالنسبة للخبيزات يعني الكرة تاع الشوفلور، عندي هنايا كمية تاع الشوفلور طايب في الماء والملح، كمية تاع لاشابلوغ، وكمية تاع الفورماج جبن طري ولا يعني مبشور ولا كيما حبيتي. راح نديرو معاهم البيض ونشكلوهم يعني كرات. نبداو بلاصوص هي الأولى. ونخليهم يذوبوا مع بعض. بعد ما ذابت لي هذيك الزبده ندير بصله مسكرفجه، ماذا بكم يعني فاصوص بلونش صوص بيضه مسكرفجي البصل باش المريقه تاعك تجيك خاثره. مام هذيك الزبده راح تساعد باش المرقه تجي خاثره. ندير فيها شويه تاع الثوم، ما نكثرش بزاف، كميه قليله فقط غير للذوق فقط. نقليهم مع بعض. ندير معاهم مكعب تاع الدجاج، مرق الدجاج. انا مثلا راح ندير انا مرقه قليله، مش راح ندير المكعب كامل، راح نقسمه على اثنين. كنتي راح ديري كميه كبيره ديري مكعب كامل. اذا نقسمه على اثنين ندير النص فقط. نزيد معهم شويه تاع فلفل كحل. ولا فلفل ابيض الا ما حبيتيش المرقه يعني تجي باينه فيها. نزيد هذيك الكميه تاع الحميصه، تكون طايبه الحميصه، لازم تكون طايبه لانه مش راح يطول لنا بزاف الطياب. وندير معاهم شويه تاع المعدنوس لاصوص. نخليهم مع بعض. نمرق القدره تاعي بسم الله. اذا هذه لاصوص اللي حترافق الكرات تاع الشوفلور اللي راح نديروهم. اذا نغطيها ندلها المكان فقط لانه هنا راح نحتاجها. نديرها لهنا ونخليها تطيب. بالنسبه للكره تاع الشوفلور واش راح نحتاج، اذا نجيبو ان ريسيبيون ندير فيه هذاك الشوفلور اللي طايب، نديرو هو الاول طايب في الماء والملح باش ما يطيبلكش صامد. اذا ونمرسو فرشيطه ولا واش عندك. اذا ندير عليه هنايا شويه تاع معدنوس، ندلو كميه تاع الفرماج رابي، ندلو بيضه كامله. انا على حساب الكميه تاع الشوفلور، درتي كميه اكبر زيدي كميه تاع البيض. ندلو شويه تاع الفلفل الكحل وشويه فقط تاع الملح، يعني قص البيض فقط.
راح نكتفي بهذا المقدار هذا. هنا راح نستعمل يدي. اذا نعجنهم مع بعض. هنا مثلا ماشي شرط ديري الفرماج رابي، تقدر ديري جبن المثلثات حوالي 4 حبات، ونبقى نزيد في لاشابلوغ حتى يتلمنا الخليط. نزيد شويه من الاحسن دائما الشابلوغ حكمي خبز تاعك يعني اليابس ولا الصابح، قطعيه قطع صغيره دخليه الفرن حتى يتحمص لك، من بعد طحنيه. اذا هنا شوفوا الخليط تاعنا يعني كي نشكلو يجي شاد روحو. هنا نحبس لاشابلوغ، لاشابلوغ هو اللي حيشرب لنا هذاك الماء وما يخليناش الخبيزه تاعنا يتفتحوا لنا في المقله. اذا هذه الكميه تاع لاشابلوغ اللي بقات لي راح نحتاجها نخليها لهنا على جنب. غير يتحمروا لنا نقلبهم، لانه كلش طايب ماشي شرط يعني، المهم يحمر لنا من فوق. نحمرهم كامل من الجهات اللي عندي. نحي لهنا الحبيبات اللي حمروا لي نحوهم، ونخلي هذه لاصوص تاعنا اللي راهي طيب نخليها تتخثر لنا مليح، ونقدموا لاصوص مع لي بولات تاع الشوفلوغ. يعني شوفوا وصفه سهله بسيطه، ونعاود نرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. الوصفه تاعنا اليوم اللي كانت كرات الشوفلوغ بدون لحوم بدون دجاج جايه معنا. انا اليوم عملتها صوص بيضه، كما تقدري ديريها صوص حمراء، اللي يحبوا لي صوص طوماط تقدري ديريها صوص حمراء. يعني وصفه سهله بسيطه، شويه تاع الشوفلوغ تطحنيه تديروا لا شابلوغ تقليه تجيروا ان صوص خفيفه. جربيها، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.